اسمح لنا ناخد اتصال هاتفي مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. يا دكتور خالد، صباح الفل عليك. أولاً صباح الفل يا أستاذة مني، صباح الفل. بلغنا إنه حضرتك عندكم توضيح في وزارة الصحة بخصوص بيان كان أصدره بالأمس الوزير أحمد عماد الدين وزير الصحة متعلق بمرضى فيروس سي أو الأعداد، صح كده يا فندم؟ آه بالظبط، هو في يعني رقم تم تداوله بشكل خاطئ. خليني أوضح لحضرتك إنه إحنا بعد ما قدرنا الحمد لله نعالج 1,000,000 مريض من فيروس سي سنة وقضينا على قوائم الانتظار، وأصبح عندنا دلوقتي الأدوية متوفرة بشكل كافي لعلاج فيروس سي، ولكن ما عندناش أصلا مرضى بتتقدم للحجز على موقع لجنة الفيروسات الكبدية. فبدأنا يعني دلوقتي المواقع الإلكترونية الويتنج ليست اللي كان عليها بقى زيرو خالص، مفيش، ما عندناش ويتنج ليست على المواقع دلوقتي خالص إطلاقا. وعندنا أدوية متوفرة لعلاج عدد كبير جدا من مرضى فيروس سي، ولكن مفيش مرضى بيتقدموا للعلاج. فبدأنا نتبع خطوة أخرى وهي خطة المسح الطبي الشامل للفيروس، بدأناه من 5 شهور بالضبط. تمام، شغالين على مرحلتين محورين. المحور الأول 6 فئات ينتظر بيهم قرار مجلس وزراء، اللي هم العاملين في القطاع الصحي والمسجونين وطلبة الجامعات وراغبي السفر للخارج وخلافه. والمحور الثاني في القرى والنجوع، وبدأنا ب9 محافظات من محافظات الصعيد علشان نقدر نحدد العدد اللي عنده فيروس سي بالظبط. ففي ال5 أشهر اللي فاتوا اجمالي عدد اللي خضعوا للمسح الطبي الشامل 1.5 مليون مليون مواطن. 1.5 مليون مليون مواطن خضعوا للمسح الطبي الشامل لفيروس سي بالظبط. المسح ده بيتعمل بتحليل اسمه تحليل الإلايزا، وده تحليل مبدئي. ظهر منهم 132,000 عندهم اجسام مضاده، وهو ده اللغط اللي حصل، اللي اتقال انه ال 132,000 مصابين بفيروس سي. لا، ال 132,000 ده عنده اجسام مضاده، وده لا يؤكد اصابته بفيروس سي. قد يكون مصاب وخد العلاج بالفعل وشفي وبتفضل عنده اجسام مضاده طول عمره، وقد يكون جسمه تغلب على الفيروس لوحده وبرضه شفي وبيفضل عنده الاجسام المضاده، وقد يكون لسه محتاج يتعالج. وبالتالي ال 132,000 ده مش رقم، مش عدد المصابين، رقم لسه هيخضعوا هؤلاء لتحليل البي سي ار، وهو ده اللي بيحدد مين او بيأكد الاصابه عند الناس دول كام. يعني اللغط اللي حصل يا فندم حصل على رقم ال 132,000 مواطن بالظبط يا فندم، انه اتفهم من كلام الوزير ان دول عندهم الفيروس فيروس سي، ولكن الحقيقه انه التحليل اكد ان عندهم اجسام مضاده. بالظبط يا فندم، ده بالظبط كده، ده ال 132,000 دول عندهم اجسام مضاده فقط، ما نقدرش نجزم ان دول عندهم فيروس. قد يكون عندهم، وقد يكون جسمهم او المناعه عندهم تغلبت على ال بالظبط، وقد يكون خد العقاقير وشوفي وبيفضل عنده برضه الاجسام المضاده طول عمره ايجابيه. فخليني اقول لحضرتك ان ال 132 دول هيتم عمل لهم تحليل بي سي ار، وبعد ما يطلع او تظهر نتيجه البي سي ار هنقدر نقول كام واحد فيهم بالظبط هو اللي عنده فيروس سي، ويبدا يتم توجيهه للعلاج في مراكز الفيروسات الكبديه. طيب انتوا المسح ده يا فندم اتعمل حسب يعني ما قرينا برضه، اتعمل على اخدته من طلبه الجامعه، واخدته من يعني من محافظي شرايح كتير قوي، اخدته منها الناس اللي عملت لها المسح الطبي، صح كده؟ بالظبط يا فندم، هي هم دول المحورين اللي احنا شغالين عليهم في خطه المسح. المحور الاول 6 فئات، اول حد في 6 فئات هم طلبه الجامعات، طلبه المتقدمين للجامعات بيتم عمل التحليل لهم عشان نتاكد اذا كانوا هم فيهم اي عندهم فيروس سي ولا لا. لو طلع فيروس سي بيتم توجيههم للمراكز علشان يبداوا ياخدوا علاج على طول، ويتصرف لهم العلاج على طول. المرضى المحجوزين في الاقسام الداخليه بالمستشفيات كمان. تمام. اللي بيتقدموا عايزين يسافروا للخارج كمان، اللي بيتقدموا للتبرع بالدم مراكز التبرع بالدم. تمام، ده محور. المحور الثاني القرى، عملنا لغايه النهارده. وراغب السفر يا فندم اللي بيقدموا في المعامل المركزيه عشان يسافروا بره مصر، راغبي السفر للخارج دول بنعمل لهم تحليل فيروس. تمام، ده نوع من انواع ان انا ازاي اقدر احصل على اكبر عدد ممكن اقدر اعمل له تحليل من خلال ان انا ما استناش لما هو يجي لي ويعرف ان هو عنده فيروس. لا، انا بستنى، انا بنتهز فرصه ان هو جاي يتقدم للطلب خدمه معينه، وبنتهز هذه الفرصه واعمل له تحليل. تمام، طلبه في الجامعات علشان الحق المرض بدري، لان حضرتك عارفه ان فيروس لما يتم اكتشافه بدري ويتم علاجه بدري ده بيكون له فرصه اكبر بكتير قوي. صحيح. واسرع في العلاج. صحيح.
قبل ما يأثر على جزء أكبر من الكبد. بالضبط كده. صحيح. إن شاء الله بالطريقة دي يعني نقدر نعرف أعداد اللي عم بقول فيروس بالضبط. وخليني أقول لحضرتك إنه يعني المؤشرات يعني إحنا لسه شغالين يا دكتور خالد بنفس إحنا لسه شغالين بنفس الحماسة في موضوع فيروس سي ده اللي بدأنا بيها أول ما الريس قال يا جماعة عايزين بإذن الله مصر تكون خالية من فيروس سي، لسه شغالين بنفس الحماسة؟ شغالين بنفس الحماسة. وعايز أقول لحضرتك زي ما وضحت لحضرتك إن إحنا بدأنا إحنا في 5 شهور عملنا ماتش ل 450 قرية، إن شاء الله في شهر 6 مستهدف إن إحنا نوصل ل 600 قرية، وهنكمل على هذا المنوال يعني إن شاء الله نعلم مصر قريبا. يا رب يا رب يا رب. أنا بشكرك على التوضيح يا دكتور خالد، واسمحني وأنت معانا على الهوا كمان أتوجه ليك بالشكر في حاجة الحقيقة مهمة جدا. لما تواصلنا مع حضرتك مساء الاثنين الماضي بخصوص فتاة الإسكندرية، البنت اللي بعرفوا من التحاليل إن عندها إيدز واللي هي من أطفال الشوارع واللي للأسف أقامت علاقة غير مشروعة مع عدد كبير من الشباب هناك، منهم بالذات سواقين توك توك وميكروباص، وكان في طبيب محترم الحقيقه عنده ضمير بيعمل في مستشفى الصحه هناك احد مستشفيات الصحه، اثار الموضوع. والحقيقه لما تواصلنا مع حضرتك مشكورا وصلتنا بالدكتور وليد كمال مدير البرنامج الوطني للايدز والتابع لوزاره الصحه، والمعلومه اللي لسه عارفاها امبارح الحقيقه انه وصلوا فعلا للبنت، تواصلوا مع الدكتور نفسه اللي هو حاتم البنا ووصلوا للبنت، وجاري العمل دلوقتي على محاوله تقريب الصوره اكتر في مين او حصر اعداد الشباب اللي ممكن يكونوا اقاموا علاقه مع هذه الفتاه ومن الممكن يكون انتقل اليهم المرض. فانا عايز اشكرك يا دكتور خالد. لا يا فندم العفو، ده دوري وواجبي، ويعني ان شاء الله نبلغ حضرتك بالنتائج لما تقوليها في البرنامج الوطني المباشر باذن الله. انا بشكرك جزيل الشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحه، وبالمره بس دي كمان كانت يعني حاجه مهمه. شكرا كمان لدكتور وليد كمال الحقيقه انه اشتغلوا فورا على الموضوع، اصل في مواضيع يا جماعه ما ينفعش ايه ناجل طب نستنى الاسبوع الجاي، فهم فعلا تعاملوا مع الموضوع بمنتهى الجديه. كلمناهم الاثنين مساء الثلاث الصبح على الهواء، اخذنا اتصال هاتفي مع الدكتور وليد كمال شرحنا له قصه هذه الفتاه، والحمد لله امبارح عرفنا انه بالفعل وصلوا للفتاه وبداوا يعالجوها، لان هي كمان طلعت حامل في الشهر الرابع، هي غير متزوجه، ده نتيجه الاعتداءات المتكرره عليها طبعا، وبدات يعني بداوا خلاص ان شاء الله بداوا معاها في قصه العلاج، وبدانا بقى نشوف دلوقتي على الجانب الاخر الشباب اللي هناك اللي اعتدوا عليها ويعني اقاموا معاها علاقه.